السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في الله، بهذا الفيديو بدنا نحكي عدة مواضيع. مخالفة قيمتها 2673 ليرة للأشخاص اللي عم يروحوا يثبتوا عناوين نفوس عند السماسرة، للأشخاص اللي عناوينهم غير صحيحة. رح وضح لكم فكرة إخواني، لما بتشوفوا الفيديو صدقوني أنتوا اللي رح تستفيدوا. هذا الكلام أنا كله بعرفه، أنا ما بدي إياكم تتخالفوا ويصير معكم مصايب. إذا حاليا مو فاضي تشوف الفيديو أو أنت بالشغل، اعمل إعجاب ورجع شوفه المساء أو الصبح إمتى ما صح لك. إنه صدقوني يا إخوان، كل الفيديو عم بنزله هو لصالحكم ولمستقبلكم في تركيا. انا عم سخر علمي ومعرفتي لوجه الله تعالى لفيد هالناس يا اخوان. من شان هيك انتبهوا وركزوا بكل كلمه راح احكيها. وفي مشكله عم تواجه اصحاب الكملك والاقامات، عم يفوتوا وعم يلاقوا ما في قيود. رح نحكي بجميع التفاصيل، ركزوا معي كلمة كلمة وخطوة خطوة مشان ما تتعرضوا للمخالفات ولأبطال الكملك وللإقامة، وشاركوا الفيديو عند أصحابكم على الواتساب. بداية يا إخواني، تثبيت عنوان النفوس في تركيا هو مجاني. الحكومة التركية لا تطلب مال لتثبيت عنوان النفوس. عم يروحوا بعض الأشخاص يلجأوا لأحد الناس يقولوا لهم ثبتوا لنا عنوان النفوس ولو بالمصاري. عم يروحوا هدول الأشخاص يثبتوا لك عنوان النفوس، وبعد شهر عم يمسح هذا العنوان، أو بعد شهرين عم يمسح هذا العنوان لأنه عم يضيفوا ناس غيرك على العنوان. انت هون عم يتم ابطال الكملك والاقامة تبعك، انت عم تدفع مصاري بايديك لحتى تبطل الكملك والاقامة تبعك. تثبيت عنوان النفوس بطريقة ملتوية وبطريقة غير صحيحة اخواني، يحاسب عليها القانون التركي. هذا الكلام ساري على الاتراك وعلى الاجانب، يعني اذا تركي عمل هيك نفس الشيء، واذا اجنبي عمل هيك نفس الشيء. رح اقرا لكم هذا القانون قدامكم على الشاشة باللغة التركية وترجم لكم اياه للغة العربية مشان تفهموا مضمونه. طبعا قبل ما اقرا لكم القرار بدي انوه لموضوع كثير مهم. بعد ما صار تطبيق على عناوين النفوس، مئات ألوف الأشخاص انمسح عنوانه من على السيستم يا إخواني، والسبب هو لتثبيت عنوان النفوس بطرق ملتوية، وكثير من الناس عم يفوتوا يشوفوا لا يوجد قيود. رح أعطيكم حل هاي المشكلة هلا تبع لا يوجد قيود، وشو تعملوا في حالة حققتوا وطلع لا يوجد قيود ولا تهملوا الموضوع. الموضوع يؤدي إلى إبطال الكملك والإقامة. القانون بيقول إخواني، gerçek leştirilen adres değişikliği 20 gün içerisinde bildirilmediği takdirde 128 TL ceza uygulanmaktadır. Eğer bu cezadan kurtulmak için asılsız şekilde adres beyanı yapıldığında 2673 TL gibi bir cezayla karşı karşıya kalınmaktadır. شو معنى هذا الكلام إخواني؟ إذا شخص مقيم بعنوان غير صحيح وراحوا تأكدوا إنه هذا الشخص مقيم بعنوان غير صحيح، إذا هذا الشخص لحتى يخلص من هاي المخالفة راح ثبت حاله مثلاً عند السماسرة أو بأي شكل من الأشكال، فراح ياخذ جزاء قيمته 2673 ليرة إخواني. فهمتوا شو اللي عم بيصير؟ يعني اليوم أنت عم تروح تثبت عنوانك، بعد شهر عم يمسح. طبعا بيروحوا على العنوان بعد ما تثبته ما عم بيلاقوك بالعنوان. تثبيت العنوان بالمصاري بتحبوا تثبتوا ثبتوا، بتحبوا ما تثبتوا ما تثبتوا. أنا علي وصلكم القانون الصحيح. بالنهاية اللي بيسمع هاي الفيديوهات هو عم يستفيد، بالنهاية اللي عم يكون عنده علم بهاي القوانين هو عم يستفيد. أكتر شيء بيقهرني لما بيكتب لي واحد بالتعليقات أنا تم إبطال الكملك تبعي أو أنا وقفت إقامتي. يا إخوان الموضوع جدا مهم. بعدين هي طرق تثبيت عنوان النفوس بالمصاري ما حدا بيعملها بكل تركيا الا الاجانب وخاصه السوريين. يعني هي الشغلات اللي في بعض الناس عم يدرجوها بتركيا اخواني، هذا الشيء كثير غلط وهذا الشيء مخالف للقوانين التركيه. الموضوع الثاني اللي كثير مهم بالنسبه لاصحاب الاقامات واصحاب الكملك، اصحاب الاقامات بفوتوا بيكتبوا اقامه اذني شيء سال بالجلاريس اورغولاما، بتطلع عندهم معلوماتهم وبيطلع عندهم عنوانهم. في حال طلع لهم قيد بلمض بفوتوا على متصفح الدولات من الجوجل اخواني مشان يحولوا للغه العربيه، لانه تطبيق الدولات ما في لغة عربية. بالنسبة لأصحاب الكملك بيكتبوا جيتشيجي قروما تمام بشريط البحث كيشيسال بالجلير سورغولما وبيبحثوا عن معلوماتهم. إذا شخص طلع له قايت بلمضة أو العنوان تبعه مو موجود أو لقى أنه معلوماته جوا ممسوحة، شو بيساوي؟ بيستنى كم يوم إخواني، بيحاول كل يوم، أحيانا بيكون في ضغط على السيستم. إذا مرت فترة كبيرة يوم يومين ثلاثة وما قدر يشوف معلوماته فعليا، معناتها القيود تبعه ممسوحة، وهي بشائر غير مطمئنة. هي الشغلات بتدل على إبطال الكملك يا إخواني. فكل شخص بيضل يواجه هي القصة لأكثر من يومين بعد المحاولات العديدة لازم يروح يحدث بياناته، لازم يراجع إدارة الهجرة. هذا الموضوع انتبهوا منه يا أخوان، لأنه عنوانكم وقيودكم بيكونوا ممسوحين لسببين. السبب الأول عنوان النفوس الكاذب، السبب الثاني أنه عنوانكم مسح، إجا حدا على غير البيت اللي أنتم مثبتين فيه وثبت عنوانه فطار العنوان تبعكم. رح خلي لكم فيديو هلا بأول تعليق، الكل يفوت يطابق هي المعلومات ويطابق هي العناوين، واللي بيواجه هي المشكلة إخواني اللي ذكرت لكم إياها واستمرت لأكثر من 3 أيام أو 4 أيام يحدث بياناته يراجع إدارة الهجرة فورا، لأنه هي مبشرات لأبطال الكملك أو الإقامة. بس يراجع إدارة الهجرة يقولوا له معلوماتك تمام وأمورك سليمة،
هون هو خلاص ما بيضل عليه شيء نهائيا، بعد فتره بتلاقوها نزلت على السيستم بشكل تلقائي. يمكن هذا الكلام اللي عم بحكي لكم اياه ما حدا بيحكيه لانه الناس بس بتحب تكسب مصاري، انا عم بعمل هاي القناه لفعل الخير، انا ما هدفي اكسب مصاري ولا هدفي اكسب غير كلمه الله يجزيك الخير من الناس واكسب اجر وثواب عند رب العالمين. انا سخرت العلم والمعرفه يلي اعطاني اياها رب العالمين لخدمه اولاد بلدي ولخدمه السوريين والعرب والاجانب على الاراضي التركيه. بالنهايه الله يحميكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.